استأنفت الشركة الوطنية لنقل بسكك الحديدية نشاطها وفق بروتوكول صحي بعد أزيد من 9 أشهر من التوقف، وذلك عبر مرحلتين. تتعلق المرحلة الأولى بالنقل ما بين المدن وخطوط نقل الطلبة، والمرحلة الثانية تتعلق بالقطارات الجهوية والخطوط الكبرى ما عدا القطارات المجهزة بالأسرة. عدد القطارات أو الرحلات اللي مشات اليوم 128 فيما يخص القطارات تاع الضاحية، وكذلك 20 قطار فيما يخص نقل الطلبة. أما غدا إن شاء الله سوف يتم برمجة رحلات الخاصة بالخطوط الكبرى، يعني وكذلك الخطوط الجهوية اللي حدد حاليا بأكثر من 40 رحلة يومية. وخذينا بعين الاعتبار في هذه الرحلات يعني احترام التوقيت للحجر الصحي. توقف حركة النقل على مستوى القطارات كبد المؤسسة خسائر معتبرة، كما زاد من متاعب الزبائن الذين اعتبروا قرار الاستئناف قرارا صائب. أصبحنا درك ملي بدات هذه البريودات تاع الكوفيد ما حبسناش، باش نحطوها هكذا بليدة والله واسمه العلاج لازم ديباسي كلونديستا والنقل غير الشرعي والوقت ما يكفيش. صح درك هاوليك تران عندك نقولوا منا من اغا حتى العفرون، رابح وقت اون بليس رابح مصروف. انا غير بدا راني بديت معاه باسكو امورك متعطله صوالحك وقتك بزاف امور فيما يخص الاجراءات الصحيه وعلى الوقايه من وباء كورونا. حنا رانا دايرين حسابنا وانسان ان شاء الله يا ربي يحفظه ويحفظكم الجميع. هذا ودعت الشركة الوطنية لنقل بسكك الحديدية الحاملين لبطاقة الاشتراك التقرب من شبابيك المحطات لتعويض المدة غير مستغلة خلال فترة توقف الرحلات.